أولا عندي صفحة الأستاذ ربيعي نبيل على الفيسبوك، عندي كذلك نبيل ربيعي تيتشر على الانستغرام، إضافة إلى قناة الأستاذ ربيعي نبيل على اليوتيوب اللي راح يلقوا فيها مختلف الفيديوهات، الشرح المبسط لجميع الأفكار والتمارين خصوصا سنة رابعة متوسط، لأنه ركزوا بزاف 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 على القسم النهائي، لأنه أكيد في نهاية السنة عندهم امتحان رسمي اللي هو امتحان شهادة التعليم المتوسط، يعني التحضير يكون من بداية السنة يعني. نعم، مش حتى أكيد. كيفاش تحضرهم أستاذ؟ أنا النصيحة اللي نقدمها للتلاميذ فيما يخص مادة علوم الطبيعة والحياة خصوصا تلاميذ شهادة التعليم المتوسط، نقول لهم أنه الدراسة تبدأ من سبتمبر. أكيد تبدأ من سبتمبر، لأنه في الأخير كامل يبقى شهر على البيام يجي لك تلميذ يقول لك الشيخ ماني والو في سيونس، ماني حاكم والو في سيونس، يطيح في ضغط كبير، تلقاه أنه بقى شهر على البيام ما هو حاكم لا رياضيات لا علوم لا فيزياء، يعني راح يطيح في دروس جد متراكمة. على هذيك اللي نقول لهم ابداوا من سبتمبر بوتيره عاديه، معناتها مكاله تقرا بزاف ومكاله تلقاها كامل، وتيره عاديه من نهايه جوان تكون كملت جميع الافكار، واكيد انه يوم الامتحان في شهاده التعليم المتوسط راح تجاوب بكل سهوله. طيب استاذ ربيع.